والله العظيم وحياة الله عارفه تضل اسا ثاني محل هو البيت انت ما في على ما تصدق وحنترك البيت انا واهلا لجنا ونعيش البيت فاضي ونروح لا 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 ما ادري شيء بعدين عن الحيطان بعدين لا تخلي لا تفتح روحي شوي روحي شوي صلي على النبي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الباب ما حدا سكره انت سكرت شيء انت طفيت توكل بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق قلت لكم انا قلت لكم ما حدا كان مصدقني من قبل لا تصلي بقى روحي عند شو بدك بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اعوذ ما تخلي الدين بلال ها ما تخلي بسم الله الرحمن الرحيم الله اقدر على اليوتيوب بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اعوذ بكلمات لا تدخل لا تدخل مشغل الكاميرا اعوذ بالله قلت لكم انا هيك قلت لكم والله العظيم انتوا ما حدا صدقني قلت لكم هو ايه قلت لكم في حدا ما حدا صدق خلص يا روحي بسم الله الرحمن الرحيم ايوه حتى المخده طيبه ما كانت مخده هيك لك حتى شحطان نحن رتبنا البيت وطلعنا انا قلت ما حدا كان مصدقني شو قلت لكم انا ما صدقت لي حشك ما صدقت قلتوا لي انه عم اكذب وعم بتوهم ما حدا صدقني ما حدا قال ما البيت انا ولا ثانيه طب روقي روقي اطلعي برا الغرفه هي خلص طلعي خلص طلعي خلص بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ليش انت صفرتي هيك؟ فور رابي رابي يعني؟ انا ما عم لك عندي طولي بالك بس رحنا بيت حنطلع خلينا نشوف شو روحي شوي معلش انا بدي صور كل شيء انا حابب صور كل شيء ليش عم تقي اظافيرك؟ عم تاخذ اظافير على فكره روقي روقي تعدي خلص روحي عند امي ما بدي اقعد بهالبيت انا خلص خذوني على غير مكان ما بدي اقعد بهالبيت انا ماشي ماشي والله ما بدي اقعد بهالبيت لا عمك روحي شوفي امك بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم خلص بدي حاشي يا ضفيرك بسم الله عم اقول لك ما بدي اقعد خلص سمينا بالله ما بدي اقعد شيء خلص ما بدي اقعد شيء بسم الله شغلها يلا خليني بس اشوف ايش صار طفي الكاميرا طفي الكاميرا نصور عليك حاطيني عليك ثبته تعالي خلي عندي لأشوف أشوفها طبعا يا جماعة الخير انتم مثل ما شفتوا كيف نحن عرفنا الكاميرات وهالكاميرات مثل ما شفتوا انتم كيف صورت عن جد نحن نفسيتنا تعبت اكثر من قبل حتى نحن كل هالفترة كنا عم نقول لجنى انه انت عم تتوهمي او انت عم يصير معك شيء مو مزبوط بس هلا عن جد اثبت لنا انه عن جد في شغلات عم تصير معنا بطريقة جنونية هاي الشغلة ودي منكم كمان اذا بدكم تعرفوا التفاصيل اكثر شو والله العظيم اتحرك والله العظيم كان في حدا ماسكه بيده ياي على كمشنا وكمشنا وكمشنا والله العظيم كان في حدا ماسكه وحدا الله يكرمني بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله ركزي الفيديو بقى غير شيء اعصابنا من هنا والله العظيم اتحرك لك عيني وراسي ها خلص روقي
مو يعني يصور لها. طفي الكاميرا طفي الكاميرا. اتحرك اتحرك. طب ابكي يلا ها زعلي فوق ما نحن تاع نفسيتنا منهاره وانت تحكي. لا حول ولا قوة الا بالله. انا بدي اعرف مين عيلة حطانا من بداية قصة البطيخ. لك تعالي حدا رزقه. لك مصدق؟ ما مصدق. خليني اشرب مي اكفي الحكي. احط المي بالبراد. ليش ما يكون شيء مغسلة؟ يا الله مي طويلة بكون عظيم عم بحلها بيمسكها. بسم الله الرحمن الرحيم. عظيم والله والله والله. عدي هون خلي شدوا لي شعري خلي اشربي. يا ربي ما عم تصدقني ما عم تصدقني. على فكرة بس في شغلة الكاميرا عم تصور. ايه لا حتشوف. ايه لا انا حتصور حتشوف. طب شربي 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 ما خلينا نكفي حكي. يلا تعود هلا. بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. قل هو الله احد قل هو الله احد. عادي هون يا جماعة الخير. وإذا بدكم تعرفوا تفاصيل أكثر عن اللي عم يصير معنا طبعا نحن ما فينا كل ما صار معنا شغلة ننزلكم إياها على اليوتيوب، لا عم ننزل كله على الانستغرام على الانستغرام على الانستغرام. ستوريات الانستغرام ما عم توقف، فلازم كتير ضروري ومهم تتابعونا على الانستغرام لأني هنيك عم ننزل كل تفصيل عم يصير معنا باللحظة بالثانية بالفريم عم ننزل هذا الشيء. يا جماعة الخير هي قدامكم كل شيء عفوي كل شيء عم يصير. شو؟ بدي روح نام. طب قومي تفضل في نص تصوير بدك تنام. روحي نامي. يلا انجلي. هاي فوق اكتئاب وتعب نفسي بدك تنام. طبعا يا جماعة الخير طبعا جنى تعبت نفسيتها وراحت تنام. بس يا جنى بس شمسي معي. شامسي معي. رودي شامسي معي. لا لا انت انهبلت على الاخير. شامسي معي. خلاص وقفي. ما بدي اشتغل بالبيت ما بدي اعيش بدون بلوه. هاتي راسك. ما بدي ما بدي اشتغل بالبيت انا. ما بدي ما بدي. هات بلوه هات بلوه. ما اتركها ايدك. ما بدي اتركها. خلص خلينا تفكني معي بس جانا. روقي شوي. خلص روقي روقي والله العظيم وحياة الله خالص بضل اساسا.